طبعا الحمام مش راح اخشه، مش عشان خايف بس مش في اشي. لا داعي، لا داعي للسيطرة، في امور تحت الخوف. عادي لحد الان في شيء بخوف، في شيء بخوف، ما في ما في ما في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حمد الزردي، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب لعبة رعب. ايوه لعبة رعب مبنية على قصة حقيقية واللعبة عربية. إيه بتمنى تعجبكم اللعبة، لا تنسوا اللايك والاشتراك. بدون ما نطول يلا نبدأ. مستر مواضيع حقيقية هاي. لازم كبار اننا نرجع يا اخوان. انا سمعت ان هاي اللعبة جد عن قصة حقيقية. اوكي مغمين الوجوه. الاثنين متزوجين جديد والعروس ماتت بحادث السيارة. اوكي بقول لك اهل العريس ما زعلوش عن انهم ما يحبوش العروس. سبيريت اوف برايد. روح العروس يعني ضل تطاردهم بالبيت وتزعج. اوه هيل نو. اوكي اوكي اوه هيل نو حقيقي. من الجنة والناس. قرآن. الله أكبر. كم الصلاة هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شغل الصلاة. يوم صوت النفس. دقيقة في قرآن معلق بالعرض. أو هاي حافة القرآن. أوكي. ايش في حارة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. محمد الله محمد. ايش الجوانا؟ في شي ورا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي اخوان اللعبة صوت جد مرعب والله. ايه شو حاطين في هالبوذة؟ طيب وهون ياسين وصوت جامع. في صوت موسيقى ورا، صوت الكعبة وصوت ما في صوت. اما يجرب ولا يجرب غاز. هذا وسخ ولا دم؟ نعتبر وسخ، نعتبر وسخ برضو. اوكي ننزل ولا نشوف يا اخوان نفسه هذا ولا نفس واحد ورانا؟ ايش فيه؟ ما تطفيش هسه، تطفيش دقيقة. اوكي هاي غرفة نومة، ما فيش فيها شيء. تشتي برا بسيطة عادي يعني، تخبش تعطيش الأمور أكثر من حجمها. أوكي فاين ذكي. أوكي بدنا ندور على المفتاح. شو هاي اللوحة؟ حد بيشتري هيك لوحات؟ ما بحبش الأماكن ما كان. أنا على اليمين الباب. دقيقة وين ممكن نلاقي المفتاح؟ أنا لو ساكن بيت مسكون وين بلاقي المفتاح؟ الثلاجة. ما كان شو الثلاجة. وين واحد يحط مفاتيح؟ أنا آسف جدا جدا أضرب نفسي بالجزمة. نفسي مزعج كثير. شوف ايش بالعرض هون كانه. طيب بالحمام؟ مش بالحمام. دورنا هون احنا نشوف هون. هون بالجواير. اشي هون. اوكي اتوقع هون. لا مش هون. هون بحطوا المفاتيح تعوني هذولا. اتخذ. اوكي تمام ما صار اشي عادي. شتا شتا عادي، كل الدنيا بتشتي. اعمل ملوخية على الغداء. ملوخية هاي. ايه
ايش في يا حارة؟ كان الله افتح اي شيء. يا الله وين مخبيها المفتاح؟ المفروض انه في شيء. الله أكبر، لا إله لا إلا اله الله. الا الله، فعلا فعلا لا اله الا الله. ليش رايح؟ مش عارف، ما حد يسألني. يما أنا أروح. طيب أطلع فوق وين؟ هذا مسكة لسه. أرجع أروح أطلع، مش عارف. هذا أطلع فوق. أوكي بس تخش الحمام، أكيد ما تدخل الحمام بهيك موقف. تمام، لسه مش لاقي المفتاح ترى. هذا برضه صورة حقيقية للأطفال. ما قلت مفتاح بالحمام، نقول وسخ وسخ عادي. وانا مفتاح، لا مش انا اكيد. اوكي وات، فيش فتح. صوت غريب يا جماعة. بسم الله. لعبة عربية بحكي في صوت غريب يا جماعة. وات ليش؟ هون. اوكي بحكي في صوت غريب يا جماعة. فتح الباب؟ لا ها فتح هذا الباب. اوكي يا رب ما ينطش بوجهي. مرحبا او السلام عليكم. مين هذول؟ في صور حقيقية، يمكن اشخاص معروفين ما اعرفهمش. طب بدنا مفتاح، احنا نضل رايحين. ايش وحش هذا؟ انا متأكد اذا قربت منه راح يصير اشي. لا لا مش هون، مش هون. خليني اطلع، خليني اطلع. اكفى اكفى، سكر الباب، سكر الباب. اذا بفل اوكي. ايش في حارة؟ في واحد بتعذب. فيش شي، سوي شي، ما بسوي شي. بدنا نطلع، بدنا نطلع. بديش اطلع. الله ليش ليش بلعب هيك لعبة؟ ليش؟ انا اصلا هون، من هون الشباك مفتوح، ما بقدرش اطلع من هون. اوكي يا زلمة قوم قوم، واجهني ولا قول زلمة. اوكي بسم الله. رجع بسم فتح الله، الباب صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا آسف. إيش في؟ إيش في؟ تقبلونيش تقبلونيش بشان الله. واحد يلا يلا ماشي ماشي بدوا. ما كانش في إشي غير المطبخ صح؟ فيش إشي متغير بالمطبخ. هذا في وراه مصايب انا متأكد. لحد الآن فيش اشي واضح او مفهوم باللعبة لحد الآن. حتى المفتاح هذا يا جماعة، صوت نفس مرعب، اقسم بالله صوت نفس مرعب. بدايك هذا بقدر افتحه من قلنا. طب انا اروح ايش اسوي؟ ايش في هون؟ هون ما فيش شي. هون اوكي 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 ايش صار؟ اوكي ايش هو اللمبة؟ تكفى خليني وين اروح؟ خليني هون. اوكي انا اسف، سكر الباب علي شكله. ايش اسوي؟ شايف ايش اسوي انا يعني؟ ما في اشي هون، في بقرب من الموسيقى قاعد اشوف اذا هذا مسكر. بطفي الاغاني، في اشي راح يصير لما اطفي الاغاني.
اوك عاصفة على الاقل في ايش صار. طيب نرجع لموضوعنا. وين المفتاح؟ اوكي بدناش مفتاح خلص. ايش شطاوي؟ في لمبة. ايش لمبة؟ ها؟ في واحد دخل البيت شكله. من هون؟ وين الباب؟ مش هذاك الباب البيت ولا هذا هون؟ هون في كرسي. هون مطبخ زي. ايش في؟ ايش في يا حارة؟ ايش في؟ لا ايش في؟ والله ما عندي جرأة اروح هناك. لا والله في كرسي طلع فوق الطاولة. عادي كرسي بتحرك عادي 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 ما في ايش بتخوف. ما في ايش بخوف. طبعا الحمام مش راح اخشه مش عشان خايف بس مش في اشي. لا داعي لا داعي للسيطرة. الامور تحت الخوف. ايش في؟ هذا الباب من وين اجى هذا؟ باب الخزانة؟ هاي مفتاح. ما كانتش كانت مش رد تفتح الخزانة. اخوانها اهدوا اهدوا عادي 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 لحد الان فيش اشي فيش اشي بخوف. ما في ما في ما في ما في لا داعي للخوف لا داعي للسيطرة. الامور تحت الخوف. انا بس بدي افتح الباب. فتحته. ادخل ادخل بدي ادخل انا وخليك انت برا ماشي. اكتب اوكي بسم الله. ايش في؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا اله الا الله. لا تاخذه سنه ولا نوم. له ما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. كملها. طيب وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. طبعا انا مش راح اكون غبي اني اروح لهذا بس هو شكله جايين. يعني بتحرك ولا انا متهيئ لي؟ وين الفلاش راح؟ طيب اوكي راح اكون غبي واروح لهذا انا. وش اشي؟ ما في اشي عادي. وسخ على هذا مش دم هذا وسخ. مطبخ ما في اشي بالمطبخ زي ما هو. كرسي لساته فوق الطاولة عادي طبيعي. سنار سنار يعني الغلطان كأنه. السن هي زي ذنب او غلط او اشي. السنار المذنب يعني. في هون لوحة وقعت على الارض عادي. انا حرفيا انا دورت بكل مكان ما في. سو شكلي لازم اسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. مره بسم الله. لا اله الا الله. بسم الله. حسبي الله ونعم الوكيل. وانا مش راح اروح هناك. معلش لو بخلص الفيديو انا مش راح اروح هناك. معلش. وانا لحظة الحقيقة. ليش طفى الضوء طيب هذا؟ ليش هيك بلعب؟ ليش بلعب هيك العاب؟ ليش بعمل هيك بحالي؟ عادي كيس زبالة وزبالة وأنا زبالة إني بلعب هيك العاب كمان. أكثر عليك. اوه هل نوع زي كنا بقول لي حفرت هي قبرك بايدك. الله بسم الله الرحمن الرحيم. مره بسم الله. بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل. مش لاعب اللعبه هاي.